أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن عقد الملتقى الحكومي 2018 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري. يأتي انعقاد الملتقى الحكومي 2017 لاستعراض ما تم إنجازه ببرنامج عمل الحكومة 2015-2018، إلى جانب تناول الخطوات والسياسات المختلفة للقطاعات الحكومية عبر هذا الملتقى الذي يشكل منصة مهمة تشارك فيها كافة جهات القطاع العام من خلال طرح جاد لمحاور متعددة تتطرق لكافة مسارات التنمية والتطوير، بما يسهم بزيادة وتيرة العمل وفق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك لتحقيق المزيد من التطور والنماء للوطن والمواطن. وكان الملتقى الحكومي قد ساهم في تعزيز أداء القطاع العام وفق أعلى درجات التنسيق التي أسهمت في تحقيق الأهداف الموضوعة، خاصة ما يتصل منها بتجويد الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن ومختلف القطاعات التنموية ومواصلة الجهود نحو تطوير المخرجات والتعامل مع التحديات، وأن استمرار عقده هو انعكاس يجسد نهج الحكومة وخطوات الواثقة نحو تحقيق التنمية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.